كريم، كريم قدم، شوف كريم يعرف قيمة المدربين، وعبد الرزاق في كل استوديو يتكلم على كريم، إذا أرقامه موجودة يتكلم عليه حسن. كريم قيمة عالية. صحيح صحيح صحيح، يعني مستوى ثابت، لاعب ومدرب داخل الملعب يستطيع التحول بشكل سريع، الافتكاك عنده ما شاء الله من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي في افتكاك الكرة، وافتكاكه للكرة دائما ما يكون إيجابي. نقطة مهمة اليوم كريم الأحمدي، غير الأداء والعالي مثل ما تفضل الكابتن عبد الرزاق، مع المدرب هذا تغير حتى نوعية لعب كريم الأحمدي. كريم مع المدرب كوزمن أضاف إضافة قوية على المساندة مع الخط الشق الهجومي واللعب الطويل وتغيير المسارات اللعب.